اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين، صلى الله تعالى عليك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين، صلى الله تعالى عليك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين، صلى الله تعالى عليك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.